مساء الخير. مساء الخير. 8 الصبح يا حسن. ايه ده؟ واحنا بين الصبح؟ انا متاسف. شيء غريب قوي يا ابو المفهوميه. لما انت فاكر ان الصبح لسه ما طلعش، والهباب اللي انت بتتعطاه طول الليل ده مش مخليك قادر تفرق بين الليل والنهار، بتخبط على الناس ليه؟ وعايز تقول لهم ايه في عز الليل؟ عدم المؤاخذه، انا اصلي لمعت النور من تحت الباب، فانا قلت انكم لسه صاحيين، يعني ما نمتوش. وبعدين انا بصراحه ربنا كنت جاي طيب خاطرك يعني، واتاسف عن الكلام الفارغ اللي انا سمعته لك وانت راجعه من الشغل. مالك يا حسن؟ وايه اللي ملخبط كيانك بالشكل ده؟ لا ابدا يا استاذ، معلش ما تاخذونيش، بعد اذنكم. استنى يا حسن. سيبه يا بابا، عايز منه ايه؟ انا ولا انت يا انوار؟ انا؟ وانا عاوز منه ايه؟ امال بتكلمي بالطريقه دي ليه؟ طريقه ايه يا بابا؟ اولا بتناديله باسمه من غير تكليف، مع ان في فرق سن بينك وبينه اكتر من 12 سنه. ثانيا نازله في تانيب وتوبيخ، زي ما تكون امه ولا اخته ولا مراته. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبعدين ايه مراته دي؟ بعدين ثم حضرتك عارف ان انا بتعامل معاه كده من زمان، واخد عليه بندهله بحسن بس من غير اي القاب. برضو ما جاوبتيش على سؤالي يا انوار، ليكي عنده ايه عشان تأنبيه وتوبخيه؟ هو لازم يكون ليه عنده حاجه يا بابا؟ احنا من زمان كده بنتعامل مع بعض جيران واهل حته واحده، بنخاف على بعض وبنزعل على بعض ومن بعض وبنتحشر في امور بعض. ولا حضرتك نسيت ايام ما رشاد الخضر يتقدم لي وهو وقف لي، واحنا كنا فعلا هنمشي في الجوازه بجد، وهو قال على جثتي لو انوار اتجوزت رشاد الخضري ده، وحضرتك اياميها زعلت معاه واتخانقت وما صلحتهوش غير لما عرفت فعلا ان كلامه كان على حق، وان رشاد الخضري ملموم على شله عيال بايظه وصيعين اللي بيشم واللي بيبرشم واللي بيسرق عربيات. ما نسيتش يا انوار، وكلامك شكله معقول، لكن برضه ما تهربيش من سؤالي، هو ده السبب بس يا انوار؟ يو يا بابا بقى، انا هروح اصحي دوحة عشان افطرها قبل ما انزل الشغل.